حكومتان متوازيتان، واحدة مدعومة من البرلمان رئيسها فتح باشاغة، وأخرى انتهت ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وبينهما يئن الليبيون، بينما المجلس الرئاسي يحذر من حرب أهلية. ليبيا أكبر من الأشخاص والصفات. ونتيجة هذا الصراع الذي ذكرناه قبل قليل بجانب القتلى والجرحى بالطبع كانت عدم دخول باشاغة إلى طرابلس، لكن ما هي خطته الحالية؟ باشاغة وبحسب مصادر وتقارير ليبية يتواصل مع أطراف داخلية وخارجية، والهدف دراسة إمكانية دخوله طرابلس مجددا بقوى أكثر تنظيما. التقارير تفيد أن هناك قوى كانت محسوبة عليه ولم تسنده، ومنها قوات الردع التي أخذت صف الدبيبة. هذا بالنسبة لباشاغة، لكن ماذا عن عبد الحميد الدبيبة الذي يرى الآن أنه حقق انتصارا كبيرا على خصمه باشاغة؟ الدبيبة يخطط بحسب التقارير الليبية لتجهيز المزيد من قواته أيضا بشكل أكبر، لكن ليس هذا كل ما يشغل الدبيبة حاليا، بل شروط الانتصار هي من أولوياته كذلك، إذ أن انتصاره سيعقد جلسات الحوار في حال التوصل إليها، حيث سيضع شروطه انطلاقا من فكرة أنه يملك القوة الأكبر. وكانت تقارير سابقة أفادت بإنشاء الدبيبة ميليشيات عسكرية جديدة تابعة له باسم لواء ليبيا، وتخصيص ميزانية لها بمبلغ 180 مليون دينار، مشيرا إلى أن من مهام هذه الميليشيات حماية مقر الحكومة في طريق السكة بطرابلس، فيما لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن هناك أي تحرك نحو تسوية بين المعسكرين الرئيسيين أو إلى وجود جهود دبلوماسية جديدة للجمع بينهما. وفي هذا الصدد وبشأن الخطوات المستقبلية، قال رئيس الهيئة العليا لقوى التحالف الوطنية في ليبيا توفيق الشهيبي إن الوضع في ليبيا قد يتجه خلال اليومين القادمين إلى التفاوض غير المباشر بين عبد الحميد الدبيبة وفتح باشاغة. في الأثناء أكدت نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا في حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، أكدت على الاستمرار في السعي لإجراء الانتخابات، قائلة إن هذه رسالة لما وصفتهم بأنهم يحاولون جر البلاد للفوضى. وصفت المنقوش اشتباكات طرابلس بالأمس بالمؤلمة، مشيرة إلى أن ما يتطلع إليه الشعب الليبي حاليا هو الانتخابات.